أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يخلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفكوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لكم أجرا كبيرا وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم, لتكمن. ورسول يدعوكم لِتُكْمِنُوا ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد يقازني ساكاكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على أَبْدِهِ آية بينات لتخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أخزم درجات من الذين أنفقوا من بقد وقاتل وكل ود الله الْخُسْنَ والله بما تكملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسقى نورك بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم وشراكم اليوم جنة تجري من تختك الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يَكُولُ المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نَكَتَبِسْ من نوركم كِي ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فَدُرِي بينهم فضرب بينكم بسور له باب له باب باطنه فيه <applause> رحمة وزاكره من كِبَلِهِ العذاب ينادونكم ألم نكن معكم قالوا بَلَا قالوا بلأ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وقرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وقراكم بلاك الغرور فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفر أخواكم النار هي مولاكم وبكس المسير ألم يكن للذين آمنوا أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فتال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منكم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فَتَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَحْكِلُونَ إِنَّ الْمُسَدِّكِينَ والمصدقات وَأَقَرَدُ اللَّهِ كَرْدًا خَسَنَهُ يُدْعَافُ لَكُمْ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَلَكُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِكِ أُولَٰئِكِ هُمُ السِّدِّكُونَ والشهداء عند ربكم لكم اجركم ونوركم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إخلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولخ وزينه

وما الحياة الدنيا إِلَى متاع الغرور سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض كَعَرْضِ عرض السماء والأرض أيدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يكتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما صاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تخسوا ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويخمرون الناس بالبخل ومن يتولف فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معكم الكتاب والميزان والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الخديد وأنزلنا خديد فيك بخس شديد ومنافع لناس ولتخلم الله من سروح برسله بالغيب إن الله كوي نزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما نبوة والكتاب فمنهم مختد وكثير منهم فاسقون ثم كفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بعيسى ابن مريم وكفينا بعيسى ابن مريم كل إنجيل. واتينا كل انجيل واتينا وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رحمه ورحمه رخفة ورحمة ورخبانية بن تداوخا ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلى ابتغاء رضوان الله فما رَوْخَا حقا فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يكتيكم كفين من رحمته ويجعل لكم نور ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لِئَلَّا يَخْلَمَ أَخْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يؤتيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ